العازف المصري محمود سرور أحد أهم عازفي الكمان في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة. يملك أنامل سحرية يجعل من الآلة التي يعزف عليها وكأنها صوت بشري يغني. له حضور مختلف ومميز من خلال مشاركته مع أهم الأسماء الفنية العربية كفنان العربي محمد عبده وراشد الماجد أيضا وعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وماجد المهندس وغيرهم من الفنانين. هو حاصل على جائزة أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية عام 96 وأسس معهدا لتعليم الموسيقى في السعودية. ضيفنا اليوم في فقرتنا الفنية الموسيقار وعازف الكمان محمود سرور. طيب بداية حدثنا عن سر هذه النجومية الكبيرة اللي تحظى فيها، شو سرها؟ والله ما في يعني ما فيش أسرار، هو فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما تقدرش تقولي في أسباب للنجومية، وقت ما ربنا سبحانه وتعالى بيريد بتحصل من لقطة من مشهد من قطعة موسيقية من أي شيء. هو التواصل مع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوصلك للناس، محبة الناس دي بتكون عند ربنا سبحانه وتعالى، صعب انك تكسبيها بالقصد ولكن انت بتكسبيها بعطاء رباني ليس اكثر. يعني هذا كمان من حي تواضعك يا محمود، بس انت كمان انشأت معهد للموسيقى في العاصمة السعودية الرياض، كيف فكرت فيه وماذا بتقدمه في هذا المعهد؟ بصي انا لما جيت فكرت اعمل المعهد ده فكرت باختصار ان الموضوع يكون خدمي، يعني حبيت ان اخدم الناس اللي حبتني والناس اللي قربت مني والناس اللي عملتني كأني منهم. حسيت انهم لما حبوا الكمانجا، ثقافه الكمانجا ما كانتش موجوده قبل كده. كان الاول ثقافه العود في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام كانت ثقافه العود، كله كان يحب العود ويحب الايقاعات والكلام ده، الكمانجا ما كانتش في الخريطه. لما الناس حبت الكمانجا بالشكل اللي انا قدمته وبداوا يفكروا ازاي يعزفوها، خطر في بالي على طول فكره ان انا ايه اعمل معهد كان في البدايه لتعليم الكمانجا عشان اعلم الناس الكمانجا ازاي يعزفوا كمانجا، ازاي يحاولوا الامنيه اللي هم بيفكروا فيها يعني يعزفوا زي سرور او يشوفوا محمود سرور ده بيعمل ايه ويعملوا زيه، يعزفوا انت مالك هي المقطوعه الاشهر اللي انا اتشهرت بيها في المملكه العربيه السعوديه. فخطر في بالي ان انا اعمل معهد لتعليم الكمان، وكمان فكرت في ان انا اعمل مكون لفرقه دار اوبرا، فرقة دار أوبرا تكون سعودية بالكامل، كل عناصرها سعوديين، المايسترو والعازفين وكل أفراد الفرقة يكونوا سعوديين بالكامل. كان بالنسبة لي حلم، يعني هو أنا شغال فيه لسه وبشتغل عليه، إنما إن شاء الله يتحقق. وإحنا حابين كمان نضل نسمعك في قلبنا وتعزف لنا وتطربنا في هذا الصباح. عزفك الحب كله، الأغنية دي برضو كانت نقطة انطلاقة ليا كبيرة جدا، عزفك مقطع منها. تفضل.